أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. أذن أيها الإخوة لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام هنا في مكة المكرمة، وأفطر الصائمون، وانقضى شهر رمضان المبارك لعام 1415 للهجرة. لنودع شهر رمضان على أمل أن يبلغنا إياه المولى تبارك وتعالى في السنة القادمة، لنصوم أيامه ونقوم لياليه بإذن الله تعالى.